الحمد لله على هذه المشاركه ديال اليوم اللي في الدوري ديال الامان النسخه ديالو السابعه. لحد الان حنا جد مسرورين النتائج ديال الفريق ديالنا ديال نادي الحارة كرة القدم. النتائج ما كنعنيناش اكثر ما كنشوفوا المستوى التقني ديال اللاعبين ديالنا، الحمد لله ارتفع نسبيا وما بقاش كيشكل عائق بينه وبين الفرق اللي كانت تنتمي للقسم الوطني الاول. كما ذكرتي ان ذكرتي الوداد، الرجاء، الفتح الرباطي، الحمد لله ولا البلاصه ديالنا والمكان ديالنا وسط منهم وحنا باحترام. هذا ناتج على النتائج، واخا نعاود مره اخرى ما نذكرش نتائج. لحد الان لعبنا فرق كانت انتصرنا على مجموعه ديال الفرق اللي هي قويله، فريق الرجاء البيضاوي، اكاديميه محمد السادس. ما يزيدنا الا افتخار وفرح العمل اللي كنقوموا به، وهذا راجع للاطر اللي كتشتغل بجديه. راه كتشوف الدار البيضاء حنا مزاحمين الوداد، مزاحمين الرجاء والراشد برنوسي، الراك، الطاس، وفي ظل هذه المجموعه الفرق اللي كينتميو تحت عصبه ديال الدار البيضاء، فرضنا الشخصيه ديالنا، فرضنا المكان ديالنا بقوه. بقوه يعني القوه هو العمل، وثم العمل ثم العمل، وحنا مازال كنقلبوا كيفاش نشتغلوا نزيدوا الرقابه ديال الوليدات. وكنستحسن حتى من ناحيه المسؤولين ديال المنظمين ديال الدوري، وانتم كتعرفوا بانه فريق الجيش الملكي من الفرق الكبرى اللي كاين في المغرب، فكاين هذاك التجانس، وحنايا عطيناه اهميه هذا العام هذا الدوري هذا، وامنا بانه المشاركه ديالو لابد ما غتكون مزيانه، والحمد لله هو غادي وكيتطور بشويه بشويه بشويه. دابا حاليا كاين فريق ديال النادي الافريقي التونسي اللي حضر كفريق اجنبي، وكاين فرق عتيده في هذه الدوره هذه اللي هي كلها مثلا الوداد، الرجاء، الفتح، الاكاديميه، الكوكب، والنادي الرحال اللي كيشتغل حتى هو مزيان. فكنظن بانه النيفو مزيان والتنظيم غادي وكيزيد وكيتحسن، ولا بد الهدف من طبيعه الحال هو انه كاين هذاك اللقاء ما بين المدارس كلها، وكاين الجانب الاخر لانه ابراز بعض اللاعبين اللي كانوا في المستوى اللي غيشقوا راسهم على مستوى النخبه والممارسة ديال النخبة. والله نحب نقول نشكر معناها الناس اللي منحتنا الثقة وجينا بحذاهم من هنا، واستضافة معناها في غاية الروعة، استقبال من شقائنا المغربيين معناها كان استقبال معناها حافل، وكانت عام في مستوى راقي جدا. والله بصفة عامة احنا في تونس معناها من جمعية القلائل اللي نخرجوا معناها في الفئة هذه العمرية يلعبوا معناها ادوار معناها دوريات في خارج البلاد. اول مرة بالنسبة لنادي افريقي في العمر هذايا خرجوا لعبوا معناها برا من تونس، فهمتني بالدورة هذايا معناها بالتورنوا هذايا اللي صار في معناها في المغرب، يخلي المستوى معناها يتقدم تاع اللاعبين ويتحكوا مع جمعيات كبيره كيما الرجاء والوداد والجمعيات الموجوده في الدوري ان شاء الله. كيفاش نبغوا نشكروا المسؤولين ديال فريق امل الدروا على الدعوه ديالهم لفريق الرجاء البيضاوي فئه الصغار. هذه الدوره هذه الدوره السابعه اللي صراحه كل سنه كنعرفوا كتعرفوا واحد التطور كبير بمشاركه عده فرق وطنيه كالفتح الرباطي، كاكاديميه محمد السادس، كالجيش الملكي، والوداد البيضاوي، والرجاء البيضاوي، وكذلك فرق خارج ارض الوطن. هذه السنه هذه عرفت مشاركه ديال النادي الافريقي. صراحه هذا الدوري هذا هو مفيد بزاف للوليدات، خاصة باش يطوروا المشاركة ديالهم، الممارسة ديالهم لهذ اللعبة هذه. وحنا في ظل السياسة ديال التكوين اللي كينهجها هذه السنة فريق الرجاء البيضاوي، فاحنا محتاجين لهذ الدوريات باش الوليدات يزيدوا يطوروا القدرات ديالهم، ونتمنى على الله هذ الدوري هذا يدوز في أحسن صورة وكما السنوات الماضية. Thank you.
كما جرت عليه العادة نادي أمل الدروة لكرة القدم هذه الدورة السابعة، فكل دورة تنسيك في دورة أخرى، ونتمنى أن إن شاء الله الرحمن الرحيم الدورة الآتية تعرف يعني حضور فرق أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنى أن يستفيد هؤلاء الشباب يعني والفتيان الصغار يستفدوا من هذه المحطات هذه، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله الرحمن الرحيم لأنهم هم الرابح الأكبر في هذا من خلال هذه التظاهرات، يعني نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. الدورة الحمد لله عرفات حضور متميز لأعتى الفرق الوطنية على رأسها فريق الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والكوكب مراكشي والفتح الرباطي، إلى جانب فريق عتيق وعريق أيضا اللي هو فريق النادي الإفريقي الغني على التعريف واللي كان هو وصيف هاد بطل هاد الدورة هذه، فكنشكروهم بالمناسبة على تكبد عناء السفر وحضور ديالهم لهاد الدورة هذه، فأنا أجدد شكر لجميع من ساهم في إنجاح هاد الدورة هذه.